اكتر حاجه بتبسط كل برج ايه؟ اوكي نمسك الحمل. يلا. طبعا الولد حاجه والبنت حاجه. بجد؟ اوكي. اه طبعا. اوكي. لان كده كده في حياه يعني في الابراج وفي كل حاجه الراجل عكس الست في كل برج. اوكي تمام. برج الحمل في والولاد دايما بيحبوا السفر والفلوس قوي. بس الفلوس قبل السفر، يعني يحبوا الفلوس عشان عايزين يعملوا اي حاجه عايزين يعملوها. تمام. لكن ما يتعبوش في الفلوس، يعني يورثوها تجيلهم بالساهل. اه يحبوا الفلوس قوي الولاد. البنات بيحبوا اللبس قوي قوي قوي، بنات الحمل دايما بتحب اللبس قوي. وبرضو الفلوس. اوكي. هم حريصين شويه، فاكتر حاجه بيحبوها يعني ممكن يبقى حتى لو معاهمش فلوس ومعاهم مبلغ قليل يروحوا يشتروا بيه لبس. هم بيحبوا اللبس بطريقه غير عاديه. اوكي. اوكي.